شيخ جزاك الله خير، متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ اي نعم، غسل الجمعة يبتدي من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، ولأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فعلق صلاة الفجر لم تنقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أيضا أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة، ليكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة المباشرة. نعم.